رويترز إذا الخبر العاجل الذي أفاد بمقتل 30 رهينة من بينهم 7 أجانب حسب وكالة رويترز للأنباء. وكان وزير الداخلية الجزائري ضحو القضية قال إن محتجزي الرهائن قادموا من ليبيا وحضروا للعملية هناك. أضاف أن الجيش الجزائري اتخذ كل الإجراءات لفرض الأمن في المنطقة. معنا من الجزائر العاصمة دكتور إسماعيل حريتي مدير مركز أمل للدراسات السياسية. سيد إسماعيل بداية ما هي آخر التطورات بخصوص العمليات العسكرية للقوات الجزائرية؟ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن التدخل العسكري الفرنسي في مالي يحظى بدعم أوروبي ودولي، وأكد فابيوس الاتفاق مع السلطات المالية على إعادة هيكلة الجيش. قال وزير الخارجية مالي تيمان كوليبالي إن بلاده تواجه أزمة حقيقية، ودعا كوليبالي إلى ضرورة توحيد كل الرؤى من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الصحراء. قالت الشباب الصومالية أنها أعدمت الرهين الفرنسي دونيا ليكس المحتجز في الصومال منذ العام. وتتابعون معنا بعد قليل. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 100 شخص قتلوا في عملية اقتحام إحدى البلدات قرب حمص قبل يومين، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أكثر من 120 شخصا قتلوا الخميس معظمهم في دمشق وريفها. مراسلنا في القاهرة أن لجنة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية ستبدأ اجتماعاتها في العاصمة المصرية في 9 فبراير المقبل. مصادر أمنية عراقية إن 24 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 90 آخرون في سلسلة تفجيرات في مناطق متفرقة بالعراق. حزب الانتخابات البرلمانية ينشط فن الكاريكاتير في الأردن، ويتناول هذا الفن المشهد الانتخابي من وجهتي نظر مختلفتين تمثلان شعارات المرشح من جهة وتطلعات المواطن من جهة أخرى. الأنباء الجزائرية انتهاء العمليات العسكرية للقوات في حقل عين منس جاء ذلك بعد مقتل 34 رهينة و15 خاطفا في قصف شنته مروحية جزائرية للمنشأة الواقعة جنوب شرقي البلاد. التي شنها الجيش، وأوضح أن القوات اضطرت للتحرك لإطلاق سراحهم بعد فشل المحادثات مع الخاطفين.